من جديد وهنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا ومباراه الكلاسيكو، مباراه ريال مدريد وبرشلونه او برشلونه وريال مدريد، واللي انتهت بتعادل 2-2. مباراه كان فيها كلام كتير جدا، كان فيها يعني اكتر من راي خاص باداء حكم المباراه، وزي ما حضراتكم تابعتم وشفتم ان حكم المباراه لم يكن موفق في اداره المباراه، وكان في اكتر من قرار كان خاطئ فبيحاول يعوضه بمجامله سواء فريق برشلونة أو ريال مدريد. يعني طبعا كلنا شفنا يعني هدف برشلونة اللي جابه لويس اللي أحرزه ليونيل ميسي بعد طبعا ما تدخل لويس سواريز على فاران، وكان فيها أكيد خطأ يعني واضح جدا لحكم المباراة، وبالعكس يعني هو مشى اللعب عادي جدا وجي منها هدف، فبالتالي كانت نقطة تحول في المباراة، وكانت لعيبة ريال مدريد يعني كان ليهم اعتراض بشكل كبير. أيضا طرد سيرجيو روبرتو، هو احنا شفنا تدخل من سيرجيو روبرتو على مارسيلو، وفي جانب يعني جانب يقول هي كانت تستحق كارت اصفر، وفي طبعا جانب تاني يقول ان هي تدخل بدون كره وبالتالي تستحق كارت احمر، لكن كارت الاحمر لسيرجيو روبرتو هو ده كان سبب تغيير احداث اللقاء بالنسبه لحكم المباراه. حكم المباراه حب يجامل برشلونه عشان يعوضه عن الكارت الأحمر اللي خلاه يلعب ناقص لاعب باقي وقت المباراة، وبالتالي برشلونة سجل هدف زي ما احنا شفنا. يعني احنا طبعا بنتكلم يعني ايا كان ايه انتماك، احنا بنتكلم على احداث المباراة واحداث الكلاسيكو. طبعا بدأنا أو المباراة كانت سخنة جدا من بداية المباراة، وده بعد طبعا ما رفض لاعبي ريال مدريد ان هم يعملوا ممر شرفي لفريق برشلونة بعد تتويجهم رسميا ببطولة الدوري، وده اللي احنا شفناه في تصرفات ليونيل ميسي تجاه طبعا يعني لعيبه ريال مدريد، وفي نفس الوقت كان رد لعيبه ريال مدريد. يعني كان شفنا مشاحنات جوردي ألبا مع طبعا مودريتش، شفنا سيرجيو راموس، لكن هو ده اللي احنا شفناه في المباراه. لكن احنا النهارده واحنا بنتكلم معاكم هنجيب لحضراتكم فيديو يوضح قد ايه ان الجمهور بيكون مموت نفسه بره الملعب، وبيكون في شده وجذب، وبيكون في يعني ده انا ريال مدريد، انا برشلونه، لا انا هشجع فريقي، لا انت هتشجع فريق تاني، لا ده احنا كسبناك، ولا احنا اللي هنقطعكم النهارده. فبالتالي هنوضح لحضراتكم اللعيبه دي جوه الملعب ازاي علاقتها ببعض. في اوقات الكاميرا مش بتكون جايبه بعض اللقطات اللي هنوريها لحضراتكم دي، لكن هتشوفوا قد ايه اللعيبه بينها وبين بعض يعني حاجه راقيه جدا. اكيد معظمهم لعبوا مع بعض في منتخب اسبانيا، ايضا في لعيبه لعبت مع بعض في فرق اخرى، بالتالي هي علاقه جيده داخل الملعب. اكيد في طبعا روح وحماس واصرار على الفوز وكلام كتير جدا حضراتكم عارفينه ما بين لاعب الكره ولاعب كره اخر، وهي في الاخر لعبه تنافسيه. احنا مش بنقول خصم، احنا بنقول منافس بروح رياضيه بشكل رائع جدا يخرج اللقاء بشكل محترم. طبعا جزء التحكيم شفنا اخطاء للحكم، لكن ما شفناش حد بيجرح في الحكم، حد بيقطع في الحكم، حد بيحاول ان هو يستفز الحكم، حد بيحاول يهاجم الحكم. في الاول وفي الاخر المباراه خرجت على خير 2-2. كان في طبعا اكيد برشلونه وجمهور ريال مدريد طبعا يعني دايما معودين على دخلات الجمهور المميزه، وبالتالي كان في دخل الجمهور برشلونه هنستعرضها مع حضراتكم قبل بدايه المباراه. في نفس الوقت ايضا كان بعد ما رفض لعيبه ريال مدريد اقامه ممر شرفي برشلونه او العمال، يعني هو عمال فريق برشلونه المتواجدين في ملعب الكامب نو هم اللي عملوا ممر شرفي لاعيبه برشلونه بعد المباراه عشان تبقى اجواء احتفاليه على ملعب الكامب نو. ايضا يعني زي ما احنا قلنا هنستعرض معاكم يعني حاجات مهمه جدا، هنبداها طبعا ب يعني بفقرات اكيد يعني ان شاء الله تعجبكم، وكمان بفكر حضراتكم بالجانب المضيء في مباراه الكلاسيكو ما بين لاعيبه برشلونه ولاعيبه ريال مدريد. فتعالوا نشوف احداث المباراه والاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي احداث مباراه الكلاسيكو. صراحه ناس يعني بيعرفوا يقدروا بعض زي ما حضراتكم شفتوا، لعيبه بينها وبين بعضها حاجه محترمه، حاجه قمه في الروح الرياضيه. ايضا الجماهير شفنا جماهير برشلونه، جماهير طبعا يعني تقدر ناديها وتقدر طبعا لاعبيها، وبالتالي كانت اخر مباراه كلاسيكو لاندريس انيستا كابتن فريق برشلونه، واحد من اعظم اللعيبه اللي لمسوا الكره في او على مر التاريخ. شفنا طبعا عطاء من انيستا وتاريخ طويل جدا سواء مع برشلونه او مع منتخب اسبانيا، وبالتالي كان تكريم انيستا مهم جدا جدا في المباراه، اثناء المباراه وبعد المباراه. بعد المباراه زين الدين زيدان يعني ودع انيستا، واكيد كان لازم يشكره ويسلم عليه، وزي ما حضراتكم
هتشوفوا دلوقتي معانا صورة زيدان وهو بيودع أندريس إنيستا، ونفس الوقت طبعا سيرجيو راموس اللي كان حريص جدا على انه ياخد التيشيرت الخاصة بانيستا وممضي عليها من انيستا عشان يحتفظ بيها سيرجيو راموس. اكيد راموس وانيستا يعني زملاء في منتخب اسبانيا، وبالتالي كان ما بينهم بطولات عديدة. طبعا ابرز البطولات هي كأس العالم 2010 اللي منتخب اسبانيا حقق لقبه، زي ما حضراتكم شايفين انيستا ماضي وكاتب بعض الكلمات لسيرجيو راموس، وبالتالي كان سيرجيو راموس هو سعيد الحظ بحصوله على تيشيرت انيستا. سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وايضا انيستا هو قائد فريق برشلونه، وهتكون اخر مباراه ل طبعا انيستا. يعني ايضا لقطه ثانيه ل يعني انيستا، دي مباراه فياريال اللي اقيمت بعد مباراه برشلونه وريال مدريد، وكان طبعا يعني فياريال احنا عارفين ان هم اسمهم الاسم المستعار ليهم هو الغواصات الصفراء، وبالتالي الشعار النادي كان هدية من كابتن فريق فياريال لإنيستا، طبعا تقديرا لجهود إنيستا، وطبعا ويعني اعترافا بمجهوداته ونجوميته، كلام كتير جدا جدا. طيب هنروح دلوقتي ونشوف أيضا نجم النجوم البرازيلي، ويعني واحد من اللعيبة اللي تألقوا بقميص برشلونة هو ريفالدو. ريفالدو البرازيلي نجم المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة كان حريص على تواجده في ملعب الكامب نو، وايضا على مشاهده مباراه برشلونه وريال مدريد، وكان حريص ايضا على التقاط بعض الصور مع النجوم. زي ما احنا شايفين ريفالدو بيتصور مع ميسي. ريفالدو ده لو كان بيلعب في زمن بس يعني في سوشيال ميديا منتشره وفي وسائل اعلام بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كان هيبقى ليه شان تاني تماما. واحد من اللعيبه الكبار جدا جدا جدا، يعني اللي ما شافش ريفالدو يكتب كده على اليوتيوب ويشوف اهداف ريفالدو ويعني مهاراته ولمساته. من يعني طبعا ريفالدو كان اشول، فبالتالي عارفين حضراتكم ان اللاعب الاشول بيكون ليه مميزات خاصه ومهارات خاصه، فبالتالي ريفالدو كان واحد من النجوم اللي بيلعبوا برجليهم الشمال. طبعا مكملين مع حضراتكم مع برشلونه وبنتكلم على الممر الشرفي، او قبل ما نروح للممر الشرفي تعالوا نشوف كده ايه يعني احنا قلنا الحكم، وطبعا لقطه سواريز وهل هي فاول على سواريز ولا لا، او فاران كان بيمثل، فاحنا جبنا لحضراتكم كده وهنشوفها واحنا بنستعرضها معاكم. يعني لقطه من يعني اخيرا قبل ما ننتقل لمانشستر سيتي واحتفاله ببطوله الدوري الانجليزي اللي كان طبعا تم تسليم كاس البريمير ليج في ملعب السيتي، هن يعني نختتم يعني خبر او لقطه هي مهمه جدا 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 بصراحه، يعني نادرا لما بنشوفها في عالم كره القدم، وهو يوم الام في اسبانيا. احنا عارفين ان في عيد الام وفي يوم الام، يوم الام في اسبانيا تم طبعا يعني يعني عايز اقول لحضراتكم الاستعانه ببعض او بفكره جيده او بحاجه يعني قمه فيها رقيه، وتقديرا لامهات كل لاعب بيلعب في برشلونه. اللي حصل عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين لما نستعرض الفيديو مع حضراتكم، كل لاعب من لاعبي فريق برشلونه حب ان هو يكرم والدته بطريقه يعني فيها رقي، وهو عرض اسم والده كل لاعب على ظهر القميص بتاعه بدل اسمه. ده طبعا يعني مفيش احلى واهم من تكريم الامهات في اليوم الخاص بيهم. فتعالوا نشوف لاعبي برشلونه احتفلوا ازاي بعيد الام في او يوم الام في اسبانيا. نرجع مع حضراتكم ونروح لمانشستر سيتي، لكن بعد ما نشوف لاعبي فريق برشلونه. مانشستر سيتي وطبعا تتويجهم ببطوله الدوري، لكن ايضا المباراه اللي هيستلم فيها فريق مانشستر سيتي الكاس الخاصه بالدوري الانجليزي. وزي ما احنا عارفين ان فريق مان سيتي حسم بطوله الدوري، لكن في كل مباراه او في المباراه اللي هتجمع او اللي جمعت ما بينهم او اللي جمعت فريق مان سيتي على ملعبه، هو ده اليوم اللي المفروض يتكرم فيه فريق مانشستر سيتي وجوارديولا ايضا والجمهور. لكن هنشوف بقى يعني طبعا احتفال، يعني كان في كذا تكريم. اول حاجه طبعا جوارديولا وتكريمه ويعني شايلينه على الاعناق طبعا وبيحتفلوا بيه، مدرب اكيد حقق رقم قياسي و97 نقطه، اول مدرب في او اول فريق في تاريخ البريمير ليج يحقق 97 نقطه، ولسه يعني اعتقد ان ممكن يوصل لرقم 100. وبالتالي ايضا كان تكريم يايا توري. يايا توري زي ما احنا عارفين ان اخر موسم هيلعبوا مع فريق مانشستر سيتي، وبالتالي تم تكريم يايا توري اكيد في لقطه برضه بنعبر فيها وازاي الفرق الكبيره بيحترموا النجوم الخاصه بيهم، وازاي كل نادي بيحترم الرمز. يعني كل نادي عندهم رموز من اللعيبه، مش بس شرط ان هو يكون رمز ان هو من ولاد النادي، او شرط ان هو يكون بيلعب بقاله فتره، لا هو حتى لو لعب لفتره قليله، لكن يا توري اسم كبير جدا وقيمه كبيره جدا في الكره الافريقيه والكره الانجليزيه في الدوري الانجليزي.
ايضا يعني لقطه اكيد من بيب جوارديولا وتكريمه لوالده، زي ما احنا يعني عارفين وبنشوف يعني ابسط الاشياء اللي بتقدم لاولياء الامور بتكريم بسيط جدا لدورهم اكيد في حياه كل واحد فينا. وايضا يعني بنتكلم على طبعا لعبه المصارعه الشهيره WWE، وهي بتقدم بقى حزام خاص ببطوله مانشستر سيتي، وهي اهداء من اتحاد WWE لمانشستر سيتي. اكيد يوم كان حافل لفريق مان سيتي، وزي ما احنا عارفين ان هو يعني عندهم اكيد يعني سنه جايه بطموحات مختلفه. الهدف الاول لمانشستر سيتي يعني خلاص دلوقتي بقى يعني بالنسبه لي او بالنسبه ليه يعني البادجت اللي حطها جوارديولا هي الشامبيونز ليج، عايزين يحاولوا يصححوا اخطاء الموسم الحالي بعد الخروج من دور الثمانيه على ايد ليفربول وعلى ايد محمد صلاح، ان هم الموسم اللي جاي يجهزوا طبعا زي ما احنا عارفين يعني بادجت يعني كبيره جدا علشان يتعاقدوا مع لاعبين تانيين. لكن يعني مش هاخد حضراتكم في كلام كتير خاص بالسيتي، تعالوا نشوف بقى يعني احتفالات السيتي وتكريم يايا توريه وكل الاحداث اللي قلتها مع حضراتكم من خلال الفقره القادمه. نروح نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. احتفل ازاي بابطال الدوري وتكريم رموز خاصه بكل نادي، يعني شفنا سواء يعني انيستا او يايا توريه. لكن هنروح على نهائي كاس ايطاليا، مباراه كانت قويه جدا ما بين يوفنتوس وميلان، لكن يوفنتوس بيقصوا على فريق ميلان باربع اهداف مقابل شيء. يعني احنا عارفين ان يوفنتوس اكيد يعني من الفرق القويه جدا اللي عندها تاريخ في ايطاليا، اللي عندها لعيبه على اعلى مستوى. ايضا فريق ميلان يعني رغم الظروف اللي بيمر بيها، لكن هي ظروف ماديه، يعني ميلان عنده ظروف ماديه وبالتالي ما عندوش اللعيبه اللي عندهم الكواليتي العاليه جدا اللي يحسوا بتيشيرت ميلان. ميلان ده تاريخ لعب له اعظم اللعيبه اللي موجوده في العالم، يعني بيرلو وديفيد بيكهام ورونالدينيو وزلاتان ابراهيموفيتش وكافو وديدا، يعني اسماء كثيره جدا. لكن للاسف هو ده حال كرة القدم، المال هو المسيطر الحالي على يعني كرة القدم او لعب كرة القدم. اللي معاه فلوس هيجيب لعيبة وبالتالي هيحقق بطولات وهيحقق نجاحات، اللي مش معاه فلوس مفيش لاعب هيلعب لك ببلاش او لاعب هيلعب لك يعني حبا في النادي، ممكن يلعب لك شهر شهرين لكن مش هيلعب لك سيزون كامل. اكيد لاعب كرة القدم هو يعني شغلانته هي كرة القدم وبالتالي هو ده الدخل الوحيد اللي بيكون عنده من جانب اللعبه. وبالتالي يوفنتوس بيفوز 4-0 مع مدير فني محترم، أليجري مدير فني عنده امكانيات عاليه جدا. ايضا لاعبي فريق يوفنتوس هم الاقوى والاقدر في ايطاليا بالدوري وبطوله الكاس. الدوري زي ما احنا شفنا يعني نابولي هو المنافس الوحيد لفريق يوفنتوس في الدوري، وبالتالي شخصيه يوفنتوس مختلفه عن شخصيه نابولي. يوفنتوس هو بطل، لعبته متعوده على الفوز بالبطولات، ايضا مديره الفني. نابولي طبعا يعني شخصيه اكيد شخصيه بتحب الفوز لكن مش شخصيه تجيب دوري. لعيبه نابولي ما يقدروش يستحملوا الضغط اللي هم فيه، شفنا هم ودعوا بطوله اليوروبا ليج من بدري، كان ممكن يكون عندهم امل على فكره كبير ان هم يكملوا لابعد مدى ممكن، لكن خرجوا من يعني الادوار الاقصائيه. في نفس الوقت ماوريسيو ساري يعني لا يلام، هو بيلعب على قد الامكانيات اللي موجوده، عمل من نجوم او عمل من اسماء موجوده عنده لنجوم كبيره، ويعني بنشوف اللعيبه اللي موجوده معاه. فهنروح طبعا وهنشوف جماهير ميلان وجماهير يوفنتوس، وكالعاده الدخلات اللي طبعا بيكون من الجماهير بيكون ليها طعم ومذاق خاص، بنجيبها لحضراتكم. ايضا اهداف المباراه واحتفالات لاعبي فريق يوفنتوس باللقب الايطالي الاول، لسه رسميا لم يتوج بالدوري بس خلاص يعني كلها ايام، ويتوج ايضا يوفنتوس بالثنائيه. فتعالوا نروح ونشوف احداث مباراه يوفنتوس وميلان في نهائي كاس ايطاليا، واللي انتهت 4 اهداف مقابل لا شيء لصالح اليوفنتوس. بينافس في دوري الدرجه الثالثه، ومباراه يعني نادرا لما بنلاقي طرف من الاطراف في مباراه نهائيه في كاس فرنسا من الدرجات سواء الثانيه او الثالثه. زي ما احنا عارفين فرنسا فيها انديه قويه جدا، يعني عندنا فريق سان جيرمان، مارسيليا، موناكو، ليل، نيس، فرق قويه. فطبعا يعني فريق وجوده في المباراه النهائيه ده شرف حد ذاته، ان هو يكون موجود في مباراه ضد باريس سان جيرمان بكل نجومه، وايضا يخسر لنتيجه 2-0 بس. انا شايف ان طبعا يستحق الفريق ده ان هو طبعا يكرم، وبالتالي ده اللي عمله تياجو سيلفا وباريس سان جيرمان. تياجو سيلفا هو كابتن فريق باريس سان جيرمان اللاعب البرازيلي، وايضا لاعبي فريق باريس سان جيرمان ان هم سمحوا لكابتن فريق الفريق الخصم ان هو يعني ان هم سمحوا له ان هو يكون موجود في منصه التتويج ويشارك في رفع كاس البطوله.
يعني واحنا مع حضراتكم دلوقتي هنستعرض اللقطه، لقطه يعني النهارده هو يوم الروح الرياضيه. دي صوره قدام حضراتكم تياجو سيلفا ولاعبي فريق باريس سان جيرمان وكابتن فريق لاسبري اللي بينافس في الدرجه الثانيه، يعني الثانيه اللي هم عندنا الثالثه، احنا متعودين الممتاز درجه الثانيه درجه الثالثه، فبالتالي هم بينافسوا في دوري الدرجه الثالثه. فبالتالي تياجو سيلفا سمح لكابتن الفريق ان هو طبعا يشارك في زي ما حضراتكم شفتوا حمل البطوله او حمل الكاس، وده اقل واجب واقل تقدير لجهودهم في وصولهم للمباراه النهائيه بدون اي امكانيات. احنا عارفين ان دايما بيبقى الامكانيات موجوده للفرق اللي بتبقى في يعني الدوري الممتاز او دوري الدرجه الثانيه، لكن الثالثه ده بيبقى صعب جدا. فبالتالي يعني اكيد مجهود يشكروا عليه، ويعني 2-0 المباراه خرجت، وباريس سان جيرمان يعني بيكمل سلسله يعني انتصاراته هذا الموسم ب الفوز ببطوله الدوري وايضا يعني بطولتين للكاس. احنا عارفين ان فرنسا فيهم ثلاث بطولات زيهم زي انجلترا، عندهم دوري وعندهم اثنين كاس، طبعا كاس الاتحاد الفرنسي بيكون كاس اخر بيبقى عليه راعي، وبالتالي طبعا يعني في فرنسا عندهم عدد ماتشات سنويه كتيره جدا، لكن باريس سان جيرمان بيحقق يعني كل البطولات المحليه وبيفشل فقط في الشامبيونز ليج لما خرج من ريال مدريد. تعالوا نشوف ونستعرض مع حضراتكم اهداف مباراه باريس سان جيرمان ولاسبري في نهائي كاس فرنسا. يعني هنروح من فقرات خاصه بالانديه ويعني البطولات المختلفه اللي شفناها قدام حضراتكم من شويه لين محترفينا في الخارج، ونبدا اكيد ب يعني المحترف الابرز والاكبر بسم الله ما شاء الله محمد صلاح في حصد الجوائز هذا الاسبوع. محمد صلاح يمكن ثلاث جوائز هذا الاسبوع، طبعا بدايه بجائزه كتاب الانجليز، زي ما احنا عارفين ان هو تم او هو كانت من نصيبه الجائزه، كمان احسن لاعب في فريق ليفربول للمره السابعه في موسم واحد. ما اعتقدش ان في لاعب في تاريخ ليفربول حقق هذا الرقم الكبير جدا من مان اوف ذا مانث او لاعب الشهر في او بلاير اوف ذا مانث لفريق ليفربول، وايضا لاعب الموسم، يعني اكيد احسن لاعب في الدوري الانجليزي، اكيد احسن لاعب في الدوري الانجليزي لثلاث شهور يعني في سيزون واحد، وايضا سابع مره يحصل عليها في فريق ليفربول، اكيد مش هيحصل على لاعب السيزون في ليفربول. فبالتالي هو محمد صلاح يفوز بجائزه افضل لاعب في فريق ليفربول هذا الموسم، ان شاء الله ربنا يكرمه ويعني يكمل مجهوداته على خير هو وزمايله اللي موجودين في ليفربول، ويقدروا ان هم يعني مباراة صعبة لكن بنأمل كلنا إن شاء الله، يعني طبعا بندعي إن محمد صلاح ربنا يكرمه ويوفقه وينجح إن هو يفوز ببطولة الشامبيونز ليج، دوري أبطال أوروبا من أعظم البطولات اللي ممكن الواحد يحققها في خلال مسيرته. يعني بنتكلم على مستوى الأندية، يعني زي ما احنا شايفين دي الجائزة الأولى، صلاح يتسلم جائزة كتاب الإنجليز، بتبقى يعني ولا لاعب أفريقي حصل عليها، وبالتالي كان محمد صلاح حصل عليها وهو أول لاعب أفريقي يحصل عليها في الدوري الإنجليزي. ويعني زي ما احنا يعني كل دي لقطات من تسليمه للجائزة، أيضا هنشوف بعد كده الجائزة اللي بيستلمها أيضا من ليفربول، وهو أحسن لاعب في الشهر لفريق ليفربول للمرة السابعة، أيضا يتسلم جائزة أفضل لاعب في السيزن الكامل لفريق ليفربول. يعني كلام كتير حوالين صلاح، هل صلاح هيستمر في فريق ليفربول ولا، يعني بنشوف كلام كتير كده بصراحه، يعني الواحد يعني 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 كلام ملوش لازمه، كلام صلاح هينتقل لفريق ريال مدريد واختار رقمه وخلاص دفعوا الفلوس، فكلام كتير جدا يعني بيثار على السوشيال ميديا ليس له اي اساس من الصحه. خبر انتقال محمد صلاح لريال مدريد او ان هو اختار التيشيرت اللي هي رقم التيشيرت اللي هيلبسه او القيمه اللي ريال مدريد هيدفعها ليفربول اللي هم 200 مليون استرليني، ده كل ده كلام مش موجود اصلا، يعني كل ده من وحي الناس اللي بتقعد تكتب كلام على السوشيال ميديا زي ما بنقول، يعني بيحاولوا ان هم يجذبوا طبعا انتباه القراء وطبعا والشباب اللي قاعد على الفيسبوك، لكن محمد صلاح لم يقرر اي حاجه غير ان هو متواجد في فريق ليفربول لنهايه الموسم وللموسم القادم، هو كمان عنده عقد، فيعني لسه هنكمل مع محمد صلاح ويعني انجازاته طبعا ويعني مواقفه الرائعه. ومحمد صلاح لاعب كبير ولاعب عظيم، لكن هنروح لفاصل سريع نريح فيه ونرجع نكمل مع حضراتكم فقره محترفين في الخارج.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم والفقر وفقره المحترفين في الخارج، ومكملين مع محمد صلاح. وقلنا ان محمد صلاح حصل على جائزه افضل لاعب في ليفربول عن السيزون الحالي، وبالتالي يعني اذا كان موجود فيديو لمحمد صلاح وهو بيستلم جائزته في فريق ليفربول، فتعالوا نشوف فيديو محمد صلاح واستلامه لجائزه افضل لاعب في فريق ليفربول عن الموسم الحالي، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا واخبارنا عن محمد صلاح. محمد صلاح لاعب تشيلسي السابق، لاعب روما، لاعب فيورنتينا، لاعب بازل. اكيد محمد صلاح لما بيواجه اي فريق من الفرق اللي كان بيلعب فيها بكده بيبقى ليه يعني سلوكيات معينه في طريقه احتفاله. لو احرز اهداف اكيد مش بيحتفل، وشفنا في مباراه روما تألق فيها وكان سبب في صعود فريق ليفربول للمباراه النهائيه، لكن طبعا سلوكياته واخلاقياته بتمنع ان هو يحتفل امام الفرق اللي كان ليها فضل عليه، يعني اكيد بعد ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا نشوف مباراه تشيلسي وليفربول اللي طبعا اقيمت في ملعب ستانفورد بريدج، وانتهت بفوز تشيلسي 1-0 على فريق ليفربول. وهنا بس قبل ما نروح ونستعرض مع حضراتكم ازاي جمهور تشيلسي حيا محمد صلاح، الناس كانت بتتكلم وبتقول محمد صلاح مستواه بقى له ماتشين ما سجلش، يعني الناس مش مدركه ان هم ماتشين ضد فريق روما في روما في قبل نهائي تشامبيونز ليج، فريق خسران 5-2 وعايز يعوض، فتخيلوا بقى حضراتكم كم الضغط اللي موجود على اللاعب. تاني حاجه مباراه تشيلسي في ستانفورد بريدج، وتشيلسي ده مش نادي درجه ثانيه، لا ده تشيلسي بطل الدوري الانجليزي للنسخه السابقه، فبالتالي لازم محمد صلاح، يعني احنا لما بنيجي نحاسب لاعب مش بنحاسبه على مباراه او مباراتين، بنحاسبه على القطعه بالكامل، هو السيزون الكامل كله. والدليل على كلام ان هو اخذ افضل لاعب في الدوري الانجليزي عن موسم مش عن شهر، لما بيتالق في شهر بياخد شهر، لما بيتالق في اسبوع بياخد في اسبوع، لما بيجيب هدف حلو بياخد احسن لاعب او احسن هدف موجود. فبالتالي تعالوا نشوف جمهور ستانفورد بريدج، جمهور تشيلسي، ازاي بيحيي محمد صلاح في المواجهه اللي جمعت ما بين تشيلسي وليفربول في الدوري الانجليزي، واللي انتهت بفوز تشيلسي 1-0. Micromanagement on their account. Oh, with me, that's good, man. Yeah. So, how you been? You okay? Yeah, been alright. Yeah, yeah. Huh? صلاح هو اكيد نجمنا العربي يعني بسم الله ما شاء الله اللي بيحقق ارقام قياسيه، وكمان لسه مكملين مع يعني الجوائز اللي بيحققها الاسبوع او الشهر الحالي. محمد صلاح يعني حصل هدفه في شباكه او في شباك روما على افضل هدف في فريق ليفربول عن الشهر الماضي وشهر الطبع. وطبعا بمناسبه المباراه النهائيه مباراه ليفربول وريال مدريد، تعالوا نشوف ازاي محمد صلاح وهو بيستعد لنهائي الشامبيونز ليج في طبعا اللي هيقام زي ما قلت في كييف يوم 26، مباراه تبقى يوم ان شاء الله يوم سبت. كل التوفيق لمحمد صلاح ان هو ربنا يكرمه، والجايز يعني اكيد لو توج بدوري الابطال اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتفرق معاك جامد جدا جدا في مشواره وفي مشواره في سباقه مع ميسي ورونالدو لجائزه افضل لاعب في العالم. الموضوع مش بعيد، يعني مين كان يحلم بوجود لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فده اللي احنا إن شاء الله بنتمناه. طيب خلاص، يعني صلاح بيستعد لنهاية تشامبيونز ليج قبليها، أو هنروح لرد فعل محمد صلاح بعد هدف تشيلسي اللي أحرز 1-0 وإحنا بنتكلم مع حضراتكم. يعني أكيد محمد صلاح كان ليه رد في العالم، عملت طبعا نوع من أنواع الحافز عند محمد صلاح، واللي يعني قدر ان هو يحقق او يسدد الهدف الثاني، وبالتالي نجح مع منتخب مصر. لكن في تشيلسي للاسف بيفشل في احراز هدف التعادل، وبيفشل ان هو يفوز على تشيلسي، وتشيلسي بيفوز على ليفربول 1-0. زي ما احنا مكملين مع حضراتكم ان
يعني الأطفال في حياة محمد صلاح أكيد بيتأثروا بشكل كبير جدا بالنجم، مش بس محمد صلاح، لا ده بنجوم كرة القدم. فبالتالي كان في رد فعل للأطفال، فأنا مش عايز أحرق لكم الفيديو. تعالوا يعني وإحنا مع حضراتكم هنشوف الفيديو إزاي رد فعل الأطفال بحبهم الكبير لمحمد صلاح. ده طبعا يعني واضح إن هم كان في يعني سجدة، أو أكيد محمد صلاح بعد كل مباراة أو بعد كل هدف بيبقى فيه سجدة شكر لربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي طبعا الأطفال يعني أكيد بيبقى ليهم مثل أعلى، بيبقى ليهم قدوة، بيقلدوه في كل حاجة. فبالتالي إن هم حظهم حلو إن جه واحد يعني ذو أخلاق عالية جدا وعنده طبعا يعني سلوكيات كمان على أعلى مستوى، فيعني حظهم حلو إن هم مثلهم الأعلى محمد صلاح. ويعني نروح من محمد صلاح بقى لنجمنا المصري اللي مش واخد حقه إعلاميا، مش واخد حقه تماما في وجوده في الإعلام وفي الصحافة، محمود حسن تريزيجيه. يعني عشان بيلعب في تركيا، عشان بيلعب في دوري ممكن يكون أقل من الدوريات، لا محمود حسن تريزيجيه بيأدي موسم رائع جدا جدا. لاعب اشتغل على نفسه، لاعب رفض ان هو يكون احتياطي في فريق أندرلخت، تمت عرضه لفريق مسكرون في الدوري البلجيكي، تألق وتعملق وكان سبب في يعني حصد بعض النقاط المهمه لفريق مسكرون. ايضا مع منتخب مصر تريزيجيه كان سبب من اسباب صعود منتخب مصر لكاس العالم ركله الجزاء اللي طبعا احرزها محمد صلاح، كانت عن طريق تريزيجيه بعد عقده من مدافع عن كونغو. تريزيجيه ايضا في ماتش غانا اللي كان في مصر اللي انتهى 2-0 كان سبب في ركله الجزاء اللي فتحت بعد كده المباراه. فتعالوا بقى يعني احكي لكم بس سريعا مباراه ترابزون وقاسم باشا. قاسم باشا فريق تريزيجيه كسب ترابزون 5-2، تريزيجيه احرز هدفين منهم هدف على طريقه كواريزما اللاعب البرتغالي، واعتقد ان هو ممكن ينافس على افضل هدف في السيزون كله للدوري التركي. ايضا تريزيجيه الافضل في الدوري التركي. فتعالوا نشوف تريزيجيه وتألقه في مباراة قاسم باشا وترابزون اللي انتهت 5-2 لصالح فريق قاسم باشا. تريزيجيه طبيعي جدا ان هو يكون الافضل في الدوري التركي، وهنشوف قدام حضراتكم دلوقتي صورة تريزيجيه وفي تشكيل طبعا الاسبوع وافضل 11 لاعب في الدوري التركي. اكيد تريزيجيه واحد من ضمن النجوم. ده طبعا يعني الصفحة الشهيرة او الموقع الشهير هو سكورد، وهو بيستعرض كل اسبوع افضل 11 لاعب من حيث التقييم، وبالتالي تريزيجيه واخد 10 من 10، وده رقم كبير جدا جدا جدا. تريزيجيه هو اعلى رقم او اعلى تقييم في التشكيله قدام حضراتكم، وبالتالي طبعا يعني نجم منتخب مصر. نتمنى ان هو بعد بطوله كاس العالم ان شاء الله يروح دوري علي الانظار. احنا عارفين ان يعني احنا متابعتنا لدوري التركي مش زي الانجليزي ولا الاسباني ولا الايطالي ولا حتى الالماني يعني ولا حتى الفرنسي. 5 دوريات دول عندنا بنتابعهم بشكل كبير جدا. نروح لعمرو ورده وانجاز اخر بيضاف الى المصريين المحترفين في الخارج وافضل محترف في الدوري اليوناني. عمرو ورده بيحصل على افضل لاعب محترف. طبعا يعني في افضل لاعب في الدوري اليوناني وفي افضل محترف، عمرو ورده حصل على افضل محترف في الدوري اليوناني. ونتمنى ان شاء الله ان هو بعد ايضا كاس العالم ينتقل الى دوري اسباني. في كلام بيتقال على عمرو ورده ان هو يروح يا اما الدوري التركي، لا طبعا الانديه الكبيره في تركيا زي فنربخشة جلاتا سراي او بشكراش، وايضا في اسبانيا كلام يقال على فالنسيا. يعني لسه هنشوف عمرو ورده هيحسم ان شاء الله مستقبله ازاي، لكن كلنا بنستعد لكاس العالم واكيد اللعيبه ايضا بتستعد لكاس العالم، وما فيش حاجه في دماغهم غير كأس العالم واللي إن شاء الله مصر تتألق فيه. نروح لمحترف آخر في مش بقى أوروبا، لا في الخليج، وبيحقق في فترة قصيرة جدا يعني بيحقق تألق، بيحقق بطولة دوري، وبيحقق أفضل لاعب في الدوري الإماراتي. حسين الشحات واحد من أمهر اللعيبة وأفضل اللعيبة اللي موجودين حاليا في الكرة المصرية، وبالتالي تتويجه مع فريق العين كأفضل لاعب في الدوري الإماراتي، أنا شايف إن هو ده يعني ثمار بيجنيها حسين الشحات بعد طبعا طول صبر مع فريق المقصة. في الآخر ربنا بيكافئه بفريق العين وأيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي. فتعالوا نشوف حسين الشحات وأفضل لاعب في الدوري الإماراتي. شوفي رأيكم، يعني الجائزة رايحة عينوية، ما أعتقد أن فيها أي منافسة، لأن الكل مستمتع بالدوري وبكأس رئيس الدولة. الفرعون المصري حسين الشحات جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور. اللاعب حسين صنع الحقيقة فارق مهم
مع نادي العين حصد شعبية كبيرة من الجماهير في فترة وجيزة. الشحات التحق بدورينا في نصفه الثاني، سجل 7 أهداف وصنع 9 أهداف، وكان دورينا بوابة الشحات للعالمية. طبعا سيشارك رفقة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا. كل التوفيق للشحات رفقة صلاح ورفاقه في المونديال، ممثلين العرب في المونديال العالمي، كل التوفيق. ومن نجومنا المحترفين في الخارج لفقرة فيديوهاتنا المتنوعة واللي تشمل أحداث كبيرة جدا على الساحة الرياضية في الأسبوع الماضي، نبدأ بالأسطورة أرسن فينجر. أرسن فينجر مفيش شك، يعني زي ما احنا تابعنا وشفنا تكريمه على ملعب الإمارات، وخطاب أكيد كان مهم جدا 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 في رحيله. لسه مش عارفين أرسن فينجر هيروح على فين، هل هيروح لباريس سان جيرمان ولا هيكتفي بالسنوات اللي طبعا كان بيدرب فيها فريق أرسنال. هنتكلم على أرسن فينجر قبل ما نروح ونشوف توديع جمهور فريق أرسنال لأرسن فينجر. هنتكلم على فينجر إنه ابتدى تدريب لفريق أرسنال سنة 96. فينجر فاز ب3 دوري و7 كاس و7 درع خيرية. طبعا الدرع الخيرية دي هو السوبر الإنجليزي. فينجر أكتر مدرب فاز بكاس الاتحاد الإنجليزي. فينجر طبعا يعني ليه الفضل وخرج نجوم زي تريزيجيه وتياري أنري في موناكو، مش كمان في أرسنال، وقبل طبعا ما يصنع في فريق أرسنال باتريك فييرا ولاينبرغ وأيضا بيريز وغيرهم كتير من النجوم اللي فينجر ليه فضل عليهم طبعا في حياتهم الكروية. فينجر صعد ل2 نهائي أوروبي ضد جلاتا سراي سنة 2000 وخسر بضربات الجزاء، و2006 قدام برشلونة وخسر 2-1. أرسن فينجر طبعا إذا استمر مع أرسنال لـ100 لقاء آخر وخسرهم كلهم هيبقى صاحب أفضل نسبة انتصارات مع الفريق عبر تاريخه، طبعا متفوقا على كل المدربين اللي سبقوا طبعا بنسبة 62% آسف، الأرقام بس متشابهة مع بعضها، وبالتالي تاريخ كبير جدا جدا بنتكلم عليه لأرسن فينجر مع فريق أرسنال، وبالتالي كان لازم جمهور أرسنال يكرم نجم وكادر كبير جدا كان ليه الفضل عليهم في تاريخهم. سير أليكس فيرغسون واحد من يعني أعظم المديرين الفنيين في تاريخ كرة القدم، تعرض لوعكة صحية في الأسبوع الماضي. يعني فجأة فوجئنا أن تم نقل سير أليكس فيرغسون إلى أحدى المستشفيات في مدينة مانشستر بعد إصابته بنزيف في المخ. يعني أكيد يعني خبر أزعج كل الوسط الرياضي الأوروبي والعالمي. أكيد كان في تعاطف كبير جدا من نجوم كرة القدم تجاه السير أليكس فيرغسون. يعني طبعا أشهر لاعبي كرة القدم اللي نزلوا على حسابهم هو رونالدو. رونالدو احنا عارفين إن السير أليكس أو السير أليكس فيرغسون هو صاحب الفضل عليه، وهو اللي تم يعني نقله من طبعا سبورتنج لشبونة لفريق مانشستر يونايتد، وبالتالي نجومية رونالدو كانت بسبب طبعا نقلة تاريخية لسير كان فيها. لكن هنروح بقى يعني هنتكلم على الجانب الاسكتلندي، جانب طبعا طبعا فريق أبردن الاسكتلندي اللي سير أليكس فيرغسون كان سبب في فوز فريق أبردن على ريال مدريد في موسم 1985 على حساب ريال مدريد في كأس الكؤوس الأوروبية اللي البطولة تم إلغائها بعد كده. طبعا ده زي ما احنا شايفين السير أليكس جات ويلسون، يعني أو تقوم بالسلامة يا سير أليكس. يعني لسه مكملين مع حضراتكم بعد ما شفنا طبعا جماهير أبردن وهي طبعا بتواسي يعني سير أليكس فيرغسون. لكن يعني خبر مهم جدا نتكلم فيه، وهو أن دروجبا تم اختياره سفيرا للأولمبياد الدولي الخاص، وهي طبعا بطولة مهمة جدا لذوى الاحتياجات الخاصة زي ما احنا عارفين أن ده يعني حدث مهم جدا جدا جدا، وهنتكلم عليه أكتر مع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي لأولمبياد الخاص. أستاذ أيمن برحب بحضرتك على قناة الأهلي. مساء الخير كابتن عمر. أستاذ حضرتك بس توطي صوت التلفزيون شوية. أنا موطيه خالص. تمام. أستاذ أيمن طبعا برحب بحضرتك على قناة الأهلي، وأكيد طبعا يعني خبر مهم جدا على اختيار دروجبا سفيرا للأولمبياد، وعايز أسأل حضرتك سؤال، يعني هل بعد اختيار دروجبا هل يعني هل ممكن نشوف لعيبة تانية موجودة في
المنصب ده، وهل ممكن يوجد او ممكن يكون محمد صلاح يعني من الاسماء المرشحه؟ وعايز اعرف من حضرتك دور المنصب، ما هو المهام الرسميه لمنصب السفير؟ طبعا هو حضرتك دروجبا طبعا اسم كبير وكلنا عارفينه على مستوى افريقيا وعلى مستوى اوروبا ايضا، والان هو في امريكا. يعني احنا بنقول انه مثال يحتذى به طبعا لكل اللاعبين في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني بنتمنى ان احد اللاعبين العرب يوصل لهذا المنصب برضه، لانه احنا عندنا فنان عربي وهو الفنان حسين فهمي، طبعا كلنا عارفينه يعني له تاريخ كبير وكان بيمثل الامم المتحده في بعض الوقت، وبالتالي دلوقتي بقى سفير للوطن الخاص الدولي. انا بقول ان شاء الله ان في مرحله قادمه هنكون مركزين جدا ان احنا نحصل على يمكن لاعب او لاعبين من المنطقه العربيه يمثلوا منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ايضا بالنسبه لدروجبا احنا بنقول ان هو خطوه رائعه، لان حضرتك عارف طبعا ان في احنا عندنا ميسي وعندنا طبعا كاكا وعندنا اسماء كبيره جدا على مستوى العالم كسفراء للاولمبيات الخاص، ولكن ما كانش عندنا حد افريقي بصراحه. طبعا. فدلوقتي برضو دي خطوه على الطريق ان يبقى عندنا حد افريقي. يا سلام بقى لو يبقى عربي افريقي طبعا. او عربي اسيوي ان شاء الله، سواء كان من منطقه الخليج او من منطقة شمال أفريقيا اللي احنا يعني لنا الشرف ان احنا بنقصها. طبعا حضرتك عارف يعني، او هنوضح للسادة المشاهدين، ان بطولة كأس العالم لكرة القدم لأولمبياد الخاص رجال وسيدات هتكون بعد نهاية كأس العالم، وهتقام يوم 17 يوليو. يعني عايز اعرف من حضرتك نظام البطولة وابرز القوانين، واشمعنى التوقيت او اختيار التوقيت يكون بعد كأس العالم؟ طبعا احنا عندنا ميزه السنه دي يعني ان احنا بنحتفل بمرور 50 عام على انشاء الاولمبياد الخاص. تمام. الاولمبياد الخاص الدولي يمكن ابتدى قبل اللجنه البارالمبيه، ابتدى قبل نشاط هذه اللجنه، وموجود متواجد يعني العدد بتاعه بيزيد بكثافه في كل عام. النهارده عندنا 5 مليون لاعب ولاعيبه مسجل على مستوى العالم، 170 دوله مسجله في الاولمبياد الخاص الدولي. فكان لازم نعمل برضو الاحتفال بتاعنا بتاع 50 سنة، لازم كنا نعمل حدث كبير، ويمكن أول ألعاب عالمية أقيمت بالفعل في تاريخنا كانت في شيكاغو. تمام. في عام 68، وكانت مشاركة فيها دولتين، أو كانت بالتحديد كمان احنا زي ما بنقول دايما دولة ونص، لأنه كانت كندا مشاركة، وكانت الولايات المتحدة 26 ولاية فقط اللي وافقوا ان هم يشاركوا في نشاط رياضي لاولادنا من ذوي الاعاقه الفكريه. تمام. طبعا كان يعني لحد ما جهل في هذا التوقيت على مستوى العالم، وحتى على طبعاً مستوى امريكا ما كانش الناس قادره تستوعب امكانيات اللاعبين واللاعبات من ذوي الاعاقه الفكريه. النهارده احنا عندنا في 2019 العاب عالميه، ولاول مره هتيجي المنطقه عندنا في ابو ظبي، وهيشارك فيها 170 دولة، اللي هم الدولتين أصبحوا 170 دولة، والثلاث رياضات اللي أقيمت في أول ألعاب عالمية هيبقوا 22 و2 دامو يعني أو عرض زي ما بيقولوا، يعني 24 رياضة أولمبية هتقام على أرض أبو ظبي. الاحتفال بالألعاب بال 50 سنة خلانا نفكر في إقامة أول كأس كرة قدم على مستوى العالم، سواء للاعبين الذكور او الاناث، وعملنا تصفيات طبعا على مستوى المنطقه عشان نوصل لهذه الكاس، وفازت الامارات وحصل منتخب الرجال بتاعها على تمثيل المنطقه، وبالنسبه للانسات فاز منتخب مصر وهيمثل ان شاء الله المنطقه برضو في كاس العالم. كاس العالم النهارده ليه بيقام مباشرة بعد كأس العالم الأساسي اللي احنا كلنا بنتابعه؟ لأن احنا دايما خلاص هنبتدي نعمله كل 4 سنين زيه زي كأس العالم بالظبط. تمام. وهنعمله دايما بعد كأس العالم على طول، بحيث انه بيكون لسه الناس في جو الكورة، أو في معنى أصح لاعبي الكورة بيكونوا يعني خدوا جزء كبير من انتباه المجتمعات. زائد انه بيتاح فرصه للاعبين الكوره دول نفسهم انهم يحضروا معانا كاس العالم بعد كده.
لانه بيكون خلص كاس العالم عنده ورايح على اجازه، فاحنا عاده بندعوهم. ففي كتير جدا من لاعبين كاس العالم هيحضروا كاس كره القدم بالنسبه للاولمبيات الخاصه شيكاغو. طيب عايز اعرف من حضرتك ما هو سبب عدم اشتراك منتخب مصر لكره القدم في اول كاس عالم؟ لا، مصر مشاركه انساء رجال، انا بتكلم على الرجال، الانسات هاخد حضرتك بعد ما نخلص الرجال. اللي فاز في التصفيات الامارات، فيعني تمام، فبالتالي منتخب مصر رجالي مش هيكون موجود. طبعا انا يعني اكيد كنت حابب ان انا اسمع من حضرتك، لكن هنروح بقى للسيدات، ويعني هنشرح بس للساده المشاهدين نظام البطوله. هي مجموعتين طبعا، 8 منتخبات بيتقسموا على مجموعتين، مجموعه منتخب مصر فيها المكسيك وكوريا والهند. شايف بقى حضرتك فرص وحظوظ منتخب مصر للسيدات في بطوله كاس العالم ان شاء الله؟ والله طبعا انت عارف المكسيك ناس يعني عندهم الموهبه زي ما بيقولوا، تمام، والكوريين يمكن برضو السرعه عندهم قويه جدا طبعا، فيمكن دول دولتين. يمكن الهند مش مؤثره قوي، لان الهند برضو كره القدم عندهم مش اساسيه بصراحه يعني، تمام. فانا يخيالي المنافسه هتكون بين الثلاث فرق دول على الوصول للدور قبل النهائي، وفرصه مصر كبيره، لان المهاره عاده بيكون لها عامل اساسي برضه. طبعا اكيد طبعا، بالنسبه لكوريا المهاره مهمه، والمهاره متواجده عند البنات المصريين، والمكسيك برضه عندها المهاره. فانا خيالي او اامل ذلك ان مصر والمكسيك قبل النهائي ان شاء الله. طيب يعني اخيرا عايز اعرف من حضرتك اخر استعدادات منتخب مصر للسيدات في المشاركة في كأس العالم، يعني حابب أسمع من حضرتك إزاي منتخب مصر بيستعد؟ طبعا هو منتخب مصر من يوم ما تأهل، كان الكلام ده في شهر ديسمبر الماضي، كانت المباراة النهائية بينه وبين الإمارات برضه، وتأهل لكأس العالم، داخلين في معسكر طبعا تدريبي ما هواش مغلق، لسه في مرحلة المغلق، هيبقى إن شاء الله بعد شهر رمضان مباشرة، اللي هو الشهر اللي بيصدر الكاس، وبعدين هيسافروا ان شاء الله قبليها برضه بفترة، بحيث انهم يتأقلموا على الجو هناك في شيكاغو في ذلك الوقت من السنة، لأنه بيكون إلى حد ما حر شوية مع رطوبة عالية، يمكن احنا واخدين على الحر ماشي، إنما الرطوبة العالية مش قوي. فإن شاء الله هياخدوا برضه جزء من المعسكر المغلق قبل إن شاء الله كأس العالم. استاذ ايمن عبد الوهاب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخله حضرتك وتوضيح. والله يا استاذ عمر انا ما بطلعش في التلفزيون خالص، بس انا ما اقدرش اقول لك انت لا، ولا احتراما ليك حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، في والدك وموضوع. ربنا يبارك في حضرتك، تسلم في كره القدم. لا استاذ ايمن، ده شرف لينا طبعا، وان شاء الله كل التوفيق، وربنا يعني يوفق منتخب مصر السيدات في البطوله. ان شاء الله نشوف حضرتك قريب، ونبارك بقى لحضرتك والمنتخب مصر بعد انتهاء كاس العالم اللي هتقام يوم 17 يوليو في شيكاغو ان شاء الله. استاذ ايمن ان شاء الله، ونبارك برضه للامارات ان شاء الله على كره القدم الرجال ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، يعني الامارات دوله شقيقه. استاذ ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي لذوي الاحتياجات الخاصه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، توضيح بعض النقاط الخاصة ببطولة كأس العالم سواء لرجال أو سيدات على مستوى الأولمبياد الخاص الدولي. لسه مكملين مع حضراتكم، ويعني باقي فقراتنا المتنوعة وفيديوهاتنا، وهنروح لفيديو أكيد لجارث بيل في يعني موقف كوميدي لجارث بيل نجم فريق ريال مدريد. هنروح ونتابعه ونشوف، يعني مش عايزين طبعا نحرقه لحضراتكم، لكن اكيد موقف يعني اكيد مضحك وغريب على الجمهور، لكن حضراتكم هتشوفوه وتتابعوه احسن من خلال الفيديو اللي هنتابعه دلوقتي. Wait till they turn and look at you now. Scare the shit out of them. Oh. Exceptional work. Exceptional work. Right, they're going to come over. They're definitely going to have a picture with Ronaldo and you. I know, it's her. I want you to scare her now. Ah! Me encanta, encima. So lovely. Sorry.
Okay, when she turns, you're just going to nick her hat. Just lean in, take her hat. يعني جارث بيل سبحان الله هو شكله أصلا يدي يعني يدي في الحقيقة كأنه تمثال. هتخيلوا بقى حضراتكم الموقف اللي حضراتكم شفتوه ده، فأكيد كموقف كنا لازم إن احنا نعرضه لحضراتكم. وهنكمل مع طبعا فهد الهريفي لاعب سعودي الدولي اللي اعتزل من أيام يعني من 48 ساعة أعتقد، وكان ليه موقف مهم جدا 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 قبل بدء مباراته اللي طبعا هتكون اخر مباراه ليشارك فيها كلاعب كره قدم. يعني كان بعض النجوم اللي متواجدين زي الكابتن احمد حسن ورونالدينيو وديل بييرو وديكو، كان ما بين نادي النصر السعودي وفالنسيا، ومطعم ببعض النجوم اللي ذكرت اسميها لحضراتكم. واحنا متعودين ان دايما اي لاعب بيبقى موجود في ماتش اعتزاله بيبدا بنجم من النجوم هو اللي بيلعب ركله البدايه، لكن فهد الهريفي عمل لقطة أعتقد مفيش أروع من كده، ومفيش بركة يعني هتبقى له في حياته أحسن من الموقف اللي حضراتكم هتشوفوه وهنتابعه دلوقتي. يعني أكيد موقف يعني الواحد يعني عاجز عن تعبير مدى روعته، فهنشوف أحسن الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. مري وخلف زيد، ولدينا خالد أيضا أسويلة، وهنا ست الحبايب طبعا أم فهد الهريفي طبعا التي تأتي وتتقدم الكل في هذه اللحظات من أجل أن تكون شاهدة على طبعا ليلة فلدة كبدها، ليلة فهد الهريفي. هذه فرحة الواجهة، وهذا فهد الهريفي طبعا اللي يدخل الآن لأرضية الملعب، وطبعا والدة فهد الهريفي وهي نورة لا شك لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أنها دفعت وأيضا كانت وراء من أجل أن يمارس كرة القدم، خاصة وأن فهد الهريفي توفي والده وهو صغير، وبالتالي ربما لم يحظى بحنان الأب ولكنه حظي بالوالدة العزيزة التي يتقدم لها الآن وسيقبل رأسها. طبعا هكذا يفعل الأبناء المخلص. الله 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 على هذه اللقطة، يا له من وفاء، وفاء كبير من الكبير فهد الهريفي للوالدة التي كانت سببا بعد الله سبحانه وتعالى في ما وصل إليه من شعبية ومن نجومية ومن هذه الشعبية الكبيرة في كرة القدم. يعني اكيد شفنا زي ما قلت لحضراتكم موقف اكيد الواحد يعني عاجز عن التعبير على مدى روعته ومدى احترامه لوالدته، ربنا طبعا يخليها له. ونروح لأتلتيك بلباو، وايضا تكريم لوفاء لاعب كبير جدا كابتن برشلونه السابق ولاعب كبير جدا في منتخب اسبانيا هو كارلوس بيول. أتلتيك بلباو قرر ان هو يكرم طبعا كارلوس بيول، وده بسبب ان هو من اللاعبين او من اللعيبه في العالم اللي لعبوا لنفس النادي ويعني قليلين جدا زي توتي زي كارلوس بيول. كارلوس بيول بدأ مسيرته في برشلونة وأنهاها في برشلونة، فبالتالي أتلتيك بلباو كرم كارلوس بيول بسبب طبعا يعني السنوات الطويلة اللي قضاها في داخل صفوف فريق برشلونة، وبالتالي كان كارلوس بيول صاحب تكريم. يعني هنروح ونتابع ونشوف أتلتيك بلباو وهو بيكرم كارلوس بيول، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في وارد صقر. هنروح لطبعا بونوتشي ومواقف انساني اكيد رائع جدا من النجم الايطالي، وهنشوف يعني ازاي بيتعامل مع طفل ايضا من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني اكيد يعني كل العالم صراحه كل لعيبه العالم بتدي موقف نبيل وموقف محترم في التعامل مع الجمهور وخاصه من ذوي الاحتياجات الخاصه، فهنشوف بونوتشي ازاي يعني بيحقق حلم او بيتعامل مع طفل وازاي بيكون في كوميونيكيشن ما بينه وبين بعض. اكيد طبعا كابتن فريق ميلان مثل اعلى وقدوه لكثير جدا من لعيبه الكوره، فهنشوف بونوتشي وتعامله مع طفل كان طبعا يرغب في رؤيته، فهنشوف بونوتشي ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا. Capitano!
Va bene? Grazie. Grazie. Sei contento? Anche questo. Questa è per nonna Gina, dagliela te, vai. Dalla nonna, vai. Grazie. 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 Il bracciale e la fascia di oggi. Grande. Va bene? Grazie. Sei contento? Questa è per nonna, questa è per nonna Gina, dagliela te, vai. Dalla nonna, vai. Grazie. يعني الإنسانية زي ما حضراتكم شايفين ملاش علاقة لا بجنسية ولا بلون ولا بديانة، يعني موقف إنساني رائع جدا جدا من بونوتشي، ويعني زي ما احنا شفنا الولد كان على طول عايز يشارك الكابتن، وبونوتشي ما اتأخرش عليه. لسه مكملين مع دروجبا، دي دروجبا اللي كنا لسه بنتكلم عليه في طبعا مع الاستاذ ايمن عبد الوهاب واختياره سفير للاولمبياد الخاص. موقف دروجبا في الدوري الامريكي، وطبعا يعني موقف غريب جدا، هي صدفه طبعا، لكن هي فيها يعني حس دعاء كبير ان دروجبا قبل ما يتلعب ركله ركنيه لفريقه شرب من ازازه ميه كان ليها مفعول السحر. فيعني هنشوف ازاي المايه كان ليها مفعول السحر في يعني لحظات من يعني الدقائق اللي بيلعبها دروجبا في الملعب، وازاي اثرت عليه بالايجاب طبعا مش بالسلب. ونرجع نكمل معاكم، يعني خلاص يعني الوقت بيجري بينا، فاخر فقراتنا في وورلد سكر اكيد هيبقى معانا الجداول، لكن تعالوا نشوف سحر المايه في دروجبا والدوري الامريكي، ونرجع ناخد مع حضراتكم الجداول. يعني على طول شرب الميه، يعني ولا ميه زنف، بسم الله ما شاء الله، جاب هدف على طول بعد الكره اللي حضرتك شفتوها. طيب هنروح ل طبعا جداول الدوريات العالميه الكبرى الخمسه، نبدا بالدوري الانجليزي ونستعرض المراكز. طبعا احنا بنشوف المراكز، احنا عارفين ان الدوري الانجليزي حسم، لكن بنشوف ونتابع مين موجود في المراكز اللي هتؤهل للتشامبيونز ليج ومين لا. السيتي في المركز الاول 97 نقطة، اليونايتد في المركز الثاني 78 نقطة، توتنهام طبعا يعني اكيد مجهود كبير جدا جدا يشكر عليه في المركز الثالث 74 نقطة، ليفربول في المركز الرابع ب 72 نقطة، تشيلسي في المركز الخامس ب 70 نقطة، ربنا يستر بس ان شاء الله ليفربول يفضل موجود في المكانة اللي تأهل للتشامبيونز ليج. نروح للاسباني، برشلونة مركز اول 90 نقطة، اتلتيكو مدريد 75 نقطة مركز ثاني، ريال مدريد مركز ثالث 72 نقطة، وفالنسيا مركز رابع 67 نقطة، أما في المركز الخامس ريال بيتيس 59 نقطة. نروح للدوري الألماني، بايرن ميونخ 84 نقطة، شالكة مركز ثاني 60 نقطة، وبروسيا دورتموند في المركز الثالث ب 55 نقطة، وهوفنهايم مركز رابع 52 نقطة، بيتساوى مع باير ليفركوزن في المركز الخامس أيضا ب 52 نقطة. نروح للدوري الفرنسي، وباريس سان جيرمان 92 نقطة، وليون مركز ثاني 75 نقطة، وموناكو مركز ثالث 74 نقطة، ومارسيليا مركز رابع 73 نقطة، أما الأخير رين ب 54 نقطة، وأخيرا الدوري الإيطالي اللي خلاص يعني كلها أيام ويتوج رسميا يوفنتوس بالدوري الإيطالي مركز أول 91 نقطة، نابولي مركز ثاني 85 نقطة، وروما في المركز الثالث ب 73 نقطة، ولاتسيو في المركز الرابع ب 71 نقطة، أما أخيرا إنتر ميلان في المركز الخامس 69 نقطة. يعني استعرضنا مع حضراتكم كل الجداول ترتيب الدوريات العالمية الخمسة اللي موجودين في أوروبا، يعني كان نفسنا نطول مع حضراتكم أكتر من كده، لكن وقت البرنامج خلص. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان، يعني ان شاء الله كده يكون شهر جميل ويكون شهر خير وشهر سعاده على الامه الاسلاميه والامه العربيه كلها اجمعين يا رب. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس اللي موجوده معايا، بشكر طبعا احمد شهاب وحسام السيد وابراهيم محمد ومحمد كمال مرتضى والاستاذ محسن لمنوم رئيس تحرير البرنامج، وعمر البنوبي وعمر عصام، واخيرا طبعا شادي عبد السلام مخرجنا المتالق. ان شاء الله يعني نشوفكم قريب في وورلد سكر، وزي ما قلت لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان. نشوفكم بقى ان شاء الله في حلقه جديده من وورلد سكر، نشوفكم على الف خير. يعني خلاص يعني مش عارفين هنبقى موجودين معاكم ولا لا في شهر رمضان، بس اكيد هتعرفوا كل حاجه اول باول. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم.